صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: متى تقال أذكار المساء؟ هل تقال بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب؟ وأيهما أفضل؟ إذا زالت الشمس بدأ الذكر المساء، يبدأ من زوال الشمس، فإن أتى به بعد زوال الشمس أو بعد العصر أو بعد المغرب فإنه أتى به في وقته، لكن الأحسن المبادرة في أول الوقت. وأما أذكار الصباح فهي عند طلوع الفجر، إذا طلع الفجر بدأت أذكار الصباح. نعم.